حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب باسم المالكي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. مساء الخير سعادة النائب، ولو توضح لنا أهم ما جاء في المؤتمر للجنة اليوم. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت الأمانة العامة صباح اليوم اجتماع صحفي للجنة التشريعية والقانونية برئاسة سعادة النائب فاضل السواد لاستعراض أهم الإنجازات وأهم الأعمال اللجنة خلال دور انعقاد الفصل التشريعي الخامس. وكانت اللجنة عقدت حوالي 34 اجتماعا خلال دور انعقاد المنصرم، ورفعت فيها 30 تقريرا، فيما رفعت اللجنة حوالي 101 رأي حول الموضوعات المحالة لها بصفقير أصلية، يعني بصفقير أصلية يعني المواضيع التي تأتي من اللجان الأخرى. فيما بلغ عدد المراسلات الصادرة عن اللجنة حوالي 217 مراسلة. ونبين أيضا أهمية اختصاصات اللجنة وفقا للنص المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهي النظر في المشاريع القوانين ومطابقات الأحكام الدستورية ومعاونة المجلس واللجان في صياغة النصوص التشريعية والقانونية. أيضا أحالت للجنة موضوعات محالة بصفة أصلية حوالي بلغت 52 موضوع، وتم إنجاز منها 29 منها، فيما يتم الدراسة بقية الموضوعات في الدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الخامس. أيضا هناك تقريبا 17 اقتراح بقانون تم إنجاز منها 25 اقتراح برغبة، تم الإنجاز منها 17. أهم الموضوعات التي انتهت منها من دراسات اللجنة التشريعية هو تقرير بشأن المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل المادة 137 من المرسوم القانون لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أيضا مشروع بقانون بتعديل المادة 11 من قانون خدمة المدنيين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010. وإن شاء الله يعني في الدور الانعقاد سيكون هناك أبرز إنجازات وتطلعات للمواطنين وللدولة إن شاء الله. وأخيرا بتكلم عن الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية، فقد تذكرها في المؤتمر الصحفي سعادة الرئيس فاضل السواد أن اللجنة تلقت 121 موضوعا وانجزت منها 104 موضوعا، وتنوعت بين 12 مرسوم بقانون و33 مشروع بقانون و8 قرارات لمجلس الشورى و68 اقتراح بقانون. وهذا أهم ما ورد في هذا المؤتمر الصحفي صباح اليوم. نعم سعادة النائب باسم المالكي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.